انا مش حذرتك؟ استفزتني يا عم. استفزتك ايه يا اخي؟ ما قلت لك هنعمل لها استدعاء قانون تسالها في اللي انت عايزه. افرض نفذت تهديدها دلوقتي وقتلت نفسها، كنا هنعمل ايه احنا؟ انا مش فاهم هي بتعمل كده ليه؟ مش عايزك تفهم حاجه، مش عايزك تفهم حاجه. انا ورايا مصيبه سودا دلوقتي، ان انا لازم اروح اجيب الصياد الزفت ده. وايه موضوع الصياد ده كمان يا اخي؟ هبقى افهمك بعدين، لازم امشي دلوقتي. طب انا هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ تيجي معايا فين؟ انت جرحك لسه ما هديش، روح بيتك واستريح. عمرو انا مش هرتاح لما اعرف الحقيقه. تقريبا هو ده البيت. استنى هنا يا حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ أهلا وسهلا يا بيه. في صياد هنا اسمه محمود خليل السني. لا يا بيه، مفيش حد من اللي بيصرحوا نواحينا اسمه خليل. ليه ما ينفعش حد غريب يسرح الناحية دي ولا ايه؟ لا يا بيه، البحر متقسم وكل عيلة عارفة بتصطاد فين بالظبط، ومفيش حد يستجري يهوي بالنواحي دي. ازاي بقى؟ ما هم قالوا لي ساكن في البيت اللي هناك ده، مش ده البيت رقم 9؟ البيت ده بيت انا يا بيه، عايش فيه انا ومراته وعيالي، مفيش حد غريب عايش معانا، هو في حاجة؟ شكرا يا حاج. تحت امرك يا بيه. يلا. في حد في البيت ده عارف حاجة؟ تقول كده ليه؟ كان في واحدة عينها عليك وانت بتتكلم مع رجالة، أول ما خدت بالها ان انا شفتها طلعت تجري على فوق. مفيش حاجة يا يحيى، تلاقيك انت بس مركز زيادة. اسمع الكلام، البت دي وراها حاجة. بقولك يا حاج. أمور يا سعادة البيه. انت قلت لي انك صاحب البيت ده مش كده؟ ايوه يا بيه. مين بقى ساكن في الشقة المستارة دي؟ الشقة دي قاعد فيها واد غلبان يا بيه، لا مؤاخذة، اسمه الجحش. هم طلعوا عليه الاسم ده يا بيه عشان هو كان بيلم بالخرق بتاع خلاص الجحش. خلاص يا حاج، السمك والصيادين. خلاص يا حاج. هو عايش لوحده هنا؟ لا يا بيه، متجوز، متجوز بنت عمه، بس هي بنت زي ما تقول كده عندها لطف شوية. بس هو ربنا كرمه، باع الجحش واشترى تروسيكل، عقبالنا يا رب. طب احنا عايزين الواد ده. استنى يا بيه، هو شويه هو تلاقيه جاي. يا تكلمه في التليفون للباشا، ما تبقاش نيتين، دي الدقيقه مش محصله باريزه. يا عم هات رقمه واكلمه من عندي. يخلص. لا يا بيه ما يصحش. لحظه واحده. الو، انت فين يا جحش؟ في ناس عايزينك، هم شويه. انت يا لعيد الجحش؟ ايوه يا بيه خدامك. طبعا انت عارف ان في جريمه قتل حصلت في العزبه دي. لا يا بيه انا ما اعرفش حاجه. هو ايه اللي ما تعرفش؟ ما تعرفش ان في اتنين اتقتلوا هنا؟ سمعت يا بيه، لكن انا ما اعرفش حاجه. انت هتستعبط يالا؟ يا بيه انا راجل في حالي، بكمل عشايا نوم، قاعد مع مرات التعبانه، ما بنختلطش بحد. بص انا مش مصدقك. استنى يا يحيى، انا هلا هسيبك تمشي، بس لو عرفت انك عارف حاجه ومخبيها هتزعل مني جامد. يلا. جالنا بلاغ من مجهول ان في عمليه تهريب هتحصل في عزبه شريف الملكي كمان ساعتين. طب ابعت لي قوه على هناك وانا جاي لك فورا. في ايه يا عمرو؟ يلا بس نختفي من هنا وافهمك كل حاجه.